فاروق عشان يحكي لنا ماذا حدث ويحدث اليوم. فاروق، مساء الفل عليك، اكيد عندك النهارده اخبار وموضوعات كتيره، اتفضل يا فاروق. مساء الفل مساء كابتننا الفل. الكبير الكابتن احمد شوبير، برحب بيك يا كابتن احمد وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. انا عايز اخد من كلام حضرتك يا كابتن شوبير على تقدير مسؤولي الاتحاد الدولي، ما يعني الرئيس التنفيذي النهارده للاستاد 974 قال لك بالنسبه لنا نجاح الحدث في ان المباراه يوم 18 تكون ما بين الاهلي وما بين ريال مدريد، لكن زي ما حضرتك قلت في مستهل كلامك عايزين ناخد الامر خطوه خطوه في حاله طبعا من الارتياح بالنسبه للنادي الاهلي للاجواء والجو العام هنا لجوده الملاعب، دي ارتفاع للروح المعنويه، قد يكون في ارتياح للجهاز الفني لمواجهه فريق باتشوكا، ولكن كان ليا يعني كلام بعد المباراه مع هيرالد جامبريلي وميشيل يانكون اشاد بفريق باتشوكا، اتكلم طبعا على ان عندهم خط دفاع قوي جدا، وزي ما حضرتك قلت يا كابتن شوبير وانا بسمع يعني بسمع كلام حضرتك وبتسترسل في نقطه مهمه جدا، ايه هو المطلوب؟ يعني ايه المطلوب دلوقتي؟ نقطه مهمه جدا، مستر مارسيل كولر كان حريص ان احنا طبعا نكون موجودين موجودين البعثه بالكامل، الجهاز الفني، اللاعبين تكون موجودين في ارض الملعب، تتفرج على المباراه من ارض الملعب حتى انتهاء المباراه بالكامل. في الوقت ده مستر مارسيل كولر طبعا بعد تناول وجبه العشاء بيعقد اجتماع مع اللاعبين الجهاز الفني على ما هو المطلوب بقى والتحضير لمواجهه فريق باتشوكا اللي اعتقد يا كابتن شوبير هتبقى مواجهه صعبه جدا، لكن الجو العام اللي انا شايفه من اللاعبين يعني النهارده يا كابتن شوبير لو احنا بنتكلم على التدريب الاول لفريق النادي الاهلي في ملعب الارسال ادانا رساله مهمه جدا، ادى رساله لمستر مارسيل كولر يعني حاله من الجديه والتركيز عند كل اللاعبين، تقدر تقول يا كابتن شوبير واحده من المباريات الصعبه جدا بالنسبه لمستر مارسيل كولر لاختيار اي 11 لاعب لهذه المباراه. النهارده يعني بتشوف مجموعه من الـ من الـ من اللاعبين، يعني قبل ما اروح لنقطه التدريب يا كابتن شوبير عايز يعني اقول لحضرتك تفاصيل اليوم كان مشيت ازاي. طبعا اللاعبون تناولوا وجبه الافطار كان في تمام الساعه 11 صباحا، ثم كان التحرك الى ملعب التدريب ملعب الارسال اللي زي ما قلنا هو الملعب اللي كان بيقيم عليه او بيؤدي عليه المنتخب البرازيلي تدريباته هنا اثناء اقامه كاس العالم في تمام الساعه الثانيه والنصف، ثم انطلق للتدريب في تمام الساعه الثالثه. عايز اقول لك ان يعني جانب بدني من تيتسان اندويا مخطط احمال النادي الاهلي، ثم طبعا يعني المستر مارسيل كولر بعض النقاط الفنيه والتحضير للاعبين بعض الجمل الخططيه تقسيمه كانت مهمه جدا اختتم بها التدريب. يعني تقدر تقول النهارده محمد مجدي قفشه احرز اكثر من هدف بشكل مميز، طاهر بيحرز اكثر من هدف بشكل مميز، بيرسي تاو النهارده شافه في التدريب بشكل مختلف تماما، يعني بيرسي تاو النهارده واحده من التدريبات يعني انت عارف يا كابتن شوبير من خلال حضرتك من خلال قناه النادي الاهلي بنتكلم بكل مصداقيه، من زمان ما شفتش بيرسي تاو كده في التدريب بيظهر بشكل مميز، اسامه ابو علي، حسين الشحات، امام عاشور، اكرم، عمرو السوليه، يعني عمرو السوليه النهارده تدريبه ولا اروع من عمرو السوليه، هدف يعني النهارده كان في تركيز كبير جدا من اللاعبين، ثم طبعا اختتم مستر مارسيل كولر التدريب ويعني عوده الفريق الى مقر الاقامه، ثم كان طبعا تجمع الفريق والذهاب الى ملعب 9774 اللي استضاف مباراه باتشوكا وبوتافوجو. نقدر نقول يا كابتن شوبير حاله زي ما قلنا ارتياح عند اللاعبين عند الجهاز الفني، ولكن بحذر عندنا مواجهه صعبه جدا امام فريق باتشوكا يوم السبت باذن الله، وزي ما حضرتك قلت هناخد خطوه خطوه ان شاء الله. مباراه يوم السبت يا كابتن شوبير هيكون طبعا في هناك فريق فائز هيحصل على الكأس والميدالية الذهبية إن شاء الله يكون النادي الأهلي، ثم المباراة الأخيرة أمام ريال مدريد هيكون هناك كأس والميدالية الذهبية للبطل، وهناك أيضا الميدالية الفضية للفريق الوصيف بإذن الله. كابتن شوبير نكون موجودين يوم 18 بإذن الله في مواجهة فريق ريال مدريد، وزي ما حضرتك قلت قيمة النادي الأهلي بنشعر بالفخر إن يعني وأنت ماشي في أي مكان معاك لوجو قناة الأهلي أو يعني قميص النادي الأهلي أو نسر النادي الأهلي، الجميع عارف قيمة النادي الأهلي، مهم جدا تقدير الاتحاد الدولي ومسؤول الاتحاد الدولي للنادي الأهلي. يا رب تكمل على خير يا كابتن شوبير. على المستوى الشخصي يا كابتن شوبير زي ما يعني متعودين مع حضرتك انا متفائل باذن الله هنكمل يوم 18 باذن الله. يا رب يا فاروق ان شاء الله، وباذن الله نكون مع بعض يوم 16 15 و16 و17 و18. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح من الدوحه.